داخل ويقطع الكرة. محمد السهلاوي تسلم ايديك مش ممكن على الفراغ. برافو المدافع يتصدى لها في الوقت المناسب. لازال الانطلاق بالكرة الى الامام، مسافة طويلة يقطعها. محمد السهلاوي وقت تنفيذ الركنية الان. نايف هزازي محاولة للهجوم، محاولة للتسديد، كرة تخرج ضربة مرمى ستعود من 55. يا الله ما كان يحول بينه وبين الهدف سوى الحارس، ولكنه نايف هزازي صدى ممتازة من جول كيبر. الكرة عند الفريق النصراوي. يحيى الشهري أكيد لدينا فرصة هنا، تحكم ممتاز في الكرة والدفاع لازال متماسك في مكان مناسب للتمرير والفرصة ما يضيعهاش. تركيز ممتاز من الدفاع. كرة تقطع في نصف الميدان. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. المدافع يتألق، حقيقة هو رجل مباراة الليلة. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. قراءة المدافع كانت جيدة جدا والاعتراض كان مميز للكرة. يحيى الشهري محمد السهلاوي كرة في حيازة نادي الاتحاد. فهد المولى عدنان فلاتة فهد المولى تمريرة ممتازة، الكرة في مكانها بدون أخطاء تقريب هذا الفريق في التمريرات. هجوم رائع ينتج عنه التمرير عرضي للكرة. حذاري لعلها الفرصة. عبد الرحمن الغامدي يحيى الشهري تسديدة على المرمى، تسلم ايديك، كرة ممتازة في دين الحارس. نايف هزازي، كرة مقطوعة، ممتاز القدم. تسرع والكرة في الزاوية. لعب مميز، الفريق يواصل هجومه. لكن للحظة لا يجد الثغرة الانطلاق. تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى. من الممكن أنها ركنية. شوف من خلال هذا الجدول نظرة على مجموعة الركنيات. ضربة زاوية جديدة. الكرة الجميلة الأخيرة اللي كنا نشاهدوا فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس. عبد الرحمن الغامدي أوندوس كانت تحلوها الكرة وترجع له. يبدأ الهجوم، ممكن يفكر بالتسديد من هنا. يفشل اللاعب الخصم في المرور اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة.
اعتراض جيد والكرة معاهم. ماذا سيفعلون؟ تسديدة وكرة في اتجاه الحارس. اعتراض جيد من الدفاع. اكيد الهجمة واعدة. يستفيد. فاول ضد الاتحاد. يا لها من حركة رائعة. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها، ولكن في الاخر المنافس استخلص الكرة. الدفاع مركز وتقطع الكرة. سلسلة من المراوغات يمر حتى يوصل منطقة جيدة للتسديد. كرة ضعيفة مقطوعة من المدافع. كرة تخرج إلى الزاوية مرة ثانية. عمر هوساوي. رغم محاولته ورغم مجهوداته يظهر لي التوزيعة كانت قوية، ولذلك شفنا كأنه انقر الكرة بالراس، ما ضربهاش كما نقولوا. نعم الخطأ ليس خطأ، هو كان قريب جدا من الوصول إلى الكرة بمحاولة بقدر المستطاع، لكن بالأخير لم ينجح في ذلك. أوه قد يكون لدينا فرصة هنا. يفشل اللاعب الخصم في المرور، اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. بامتياز الدفاع على هجوم لا يسجل. محمد السهلاوي. أكيد لدينا فرصة هنا. كرة تمشي باتجاه الحارس. محاولة وتسديدة لكن خرجت اوت. محاولة للتسديد. تبعد مرة أولى لكن ما زالت الكرة في الميدان. استحوذوا على الكرة في منتصف الملعب. محاولة للهجوم. من هذه المسافة يحاول يسجل جول. جول مش ممكن، مش ممكن. عالمي عالمي عالمي. إبراهيم غالب. عدنان فلاتة. اللعب الدائم بهذه التشكيلة والثبات الأسماء يعطيهم ويضيف لهم قوة. قراءة المدافع كانت جيدة جدا والاعتراض كان مميز للكرة. حذاري لعلها الفرصة. يفشل اللاعب الخصم في المرور، اللي يتحصل على الكرة يفكها بطريقة ممتازة. نايف غزازي. تصدي ممتاز والكرة في الميدان. شوط على بعد لحظات من انطلاقة شوط المباراة الثاني. صعب جدا الآن استخلاص الكرة من المنافس. الفريق بشكل ممتاز. فهد المولد.
محمد السهلاوي، نايف هزازي، كرة ممتازة تحس الفريق يلعب مرتاح نسبيا. نشوفوا تمريرة عرضية، فهد المولع، فرصة خطيرة لكن برافو المدافع بامتياز يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. إبراهيم غالب يجرب محاولة لكن تضيع. عدنان فلاتة، نايف هزازي، حصلوا على الكرة الآن، السؤال المطروح شنو باش يعملوا بها؟ أحمد الفريدي، تصدي خيالي في تصدي من حارس ولد الأحلام. على أفراد الفريق أن يتوجهوا لحارس المرمى بالشكر من بعد الله على إبقاء الفريق بنتيجة التعادل. كرة طويلة وفتح اللعب على الأطراف. كرة تعود باليدين من التماس. أكيد الهجمة واعدة. تمرير عرضية ولا أحلى. عبد الرحمن الغامدي. هو الدفاع لازال متماسك. إبراهيم غالب، أحمد الفريدي، الاستسلام ضريبة غير موجودة في قاموسه. يستعيد اللعب، يسدد، عمل عظيم، تألق غير عادي من الحارس. مهارة عالية جدا من هذا اللاعب. ممكن يفكر بالتسديد من هنا. هذا الاعتراض قد يخفف من الضغط على فريقه. الهجمة كانت منظمة ممتازة في بدايتها، ولكن في الاخر المنافس استخلص الكرة. احمد الفريدي، سلسله من المراوغات يمر حتى يوصل منطقه جيده للتسديد. احمد الفريدي، كره تخرج ضربه مرمى، ستعود من 55. عدنان فلاتة، عبد الرحمن الغامدي، لازال الانطلاق بالكره الى الامام، مسافه طويله يقطعها. محاولة تسديد قوية، كرة جانبية، كرة على جناب المرمى. قد فاول ضد الاتحاد. المدافع يحسن التعامل مع الكرة. واحدة اثنين جميلة والكرة ترجع له. كرة سهلة تمشي للحارس. لولا الله ثم حارس المرمى لكانت هناك حسابات أخرى في المباراة. ما غير اضطراب، ما زال الاحتفاظ بالكرة، البحث الدائم عن الفرصة والثغرة. وهذه رمية جانبية جديدة. الدفاع مركز وتقطع الكرة. رمية جانبية. كرة مميزة إلى العرض. كرة من الجانب ستلعب.